ايه اللي عملتيه ده بس يا ذكرى؟ ده اللي كنتي بتتمنيه طول عمرك مش كده؟ طب لو الباشا عارف كل اللي بنيتيه ودفعتي ثمنه بالغالي هيروح في الارض وهترجعي في الشارع تاني، ده مش هيرحمك. حتى حسن مش بعيد يضيعه. عمرك يا حسن قابلت حد كان نفسك تقابله قبل كده؟ حد يعني شبهك او حته منك؟ الدنيا فيها حاجات كتير غريبه، ساعات بتدينا كل اللي بنحلم بيه قصاد عينينا بس احنا بنحسش بيه ولا بنقدره، يمكن عشان قدامنا طول الوقت. ساعات بتفاجئنا بناس تهزنا من جوه، ناس شبهنا زمان لما كنا لسه نضاف وبساط قبل ما تحصل حاجات كتير تغبر وشوشنا وتسيب على قلوبنا طبق التراب. الناس دي احسن حاجه ممكن تحصل لنا في حياتنا. معنى كده انك فعلا قابلت حد من النوع ده؟ ايوه قابلت، بس ما قدرتش احافظ عليه، سبته ومشيت. يا ريت ورا الدنيا ودتني في حته تانيه وناس تانيه. همشي، زمان الباشا جاي ومش لازم يشوفني هنا. لا ما تخافش، الباشا مش جاي. طلع يا بنتي، اصل يا اخويا بتحب الشال ده قوي، طلعالي بتحب الشال يعني. ايوه يا دكتور، يعني انت شايف ان خروجها من المستشفى دلوقتي هو اللي فيه الصالح؟ وجودها في المستشفى مش هيفيدها في اي حاجه، كل التحاليل اثبتت انه جسمها سليم، لكن الغيبوبه دي غريبه على الطب اصلا، فانا قلت وجودها في مكان عرفاه من قبل وجودها مع ناس يعني ممكن ده يكون في مصلحتها. يعني هي شايفانا او حاسه بينا؟ ما اقدرش اكد لك ده 100%، بس اكيد حاسه بينا، يعني هتكون حاسه في اللي بيحصل. فهمتيني؟ أنا متأسف. هي ربنا يجعل في إيدك الشفاء يا دكتور، هروح أعمل لك شاي. ما تغلبيش حالك يا حاج. لا إزاي؟ ده واجب علينا. هكلمه تاني يا حشو. عن إذنك. ورد؟ السلام عليكم. ورحمة الله. روح ياض جيب بفرة يا. مالك ياض متاس كده ليه؟ العجلة يا
كده قدامك قد ايه؟ يعني نص ساعة كده. طب كذا عشان جوزي جاي. طيب يا سامية. ايوه مين؟ اهلا وسهلا يا سي حسن، نورت المطرح. اهلا بيك. كويس انك لحقتني، انا كنت لسه هغير الهدم وانزل الشغل. هعمل لك حاجة تشرب. تعالي بس اقعدي ما تعمليش حاجة، مش عايز ابيت معايا. عندك يا سي حسن عندك. معلش اصل مولود ضعفان. معلش يا سامي انا مقصر معاك ومقصر مع حسن الصغير. مقصر؟ مقصر ايه بس يا سي حسن؟ ده انت خيرك مغرقني. خير ايه بقى؟ بس الفترة اللي فاتت كان عندي شوية ظروف وكنت مسافر. ما هي الست ذكرى جات لي وبلغتني اللي هي يستر خطوتها مطرح ما تعتب، مفيش شهر بتفوت الشهرية، دي ما جلتش يوم والله يا سي حسن. إلهي ربنا يديم المعروف بينكم يا رب، أهو ربنا كده ما بيعطلش الطيب إلا في الطيب اللي زيي. ربنا يخليك يا سامي، بصيت معاك لا يا سي حسن. اسمعي لا والله. خليه معاكي بس. ما تخليش حسن محتاج حاجة. ماشي؟ أمرك يا سي. خلي بالك مني. كل سنة وأنت. سلام أمانة يا سي حسن. والفتحة في المصطفى والعباس. يوه، اسكندرية وحشاني قوي. انت اول مره تيجي السيرك ولا ايه؟ ايوه دي اول مره. ده حلو قوي. عزوز انت من فين؟ بتسال ليه؟ واه ايه يا واد عمو؟ لهجتك بتقول انك من عندنا، من جبلي. انت منين؟ من جبلي؟ انا من الصعيد، من جنة. وأنا من أسيوط. أجدع ناس. أشت. بيتكلموا صعيدي؟ بيتكلموا. وأنت عارف الصعايدة بيتكلموا كده. دغري. أيوه. ورد. مالها ورد؟ ما قصديش أقلقك. ورد اللي عندي مرض نفسي. مش عضوي. أنا دكتور وأفهم في الحاجات دي. أنا عايز أسألك سؤال، هو إيه اللي حصل ما بينها وبين حسن؟ أنت إيه اللي مخليك متأكد يعني إن اللي ورد في إيديه بسبب حسن؟ كل الناس بتقول كده. ورد حياتها كلها كلها حسن. بص أنا ما قصديش أقلقك، بس أنا عايزك تقول لي الصدق. محدش بيكلمني عن أي حاجة. قول لي، أنت قابلت حسن؟ قال لك أي حاجة؟ قال لك إنه هيسيب ورد؟ قول لي يا عزوز. شوف يا ابو عمو، أنا زي ما أنت قلت صعيدة وبنتكلم في دغري. حسن في الفترة الأخيرة دي كان متغير مع الكل. يعني مش هقدر اقول لك اني عارف كل حاجه بينه وبين ورد، بس يعني هو ده حسن. حسن لو عايز يقول حاجه هيقولها، ولو مش عايز والنبي لو انطبقت السما على الارض ما حد هيعرف حاجه. قال لك ايه يا عزوز؟ قول لي، انا عايز اساعد البت، عايز اساعدها. اتكلم معاك ولا لا؟ اتكلم، بس اتكلم في المطلق، اتكلم في العموم يا اخي. ما قاليش على حاجه بينه وبين ورد ممكن تعكر اللي بيناتهم. فاهمني ولا لا؟ لا مش فاهمك يا عزوز. انا هقول لك كل اللي عندي، لاني ما بكدبش عليك. انا بقول لك اللي شفته وسمعته يا اخي. قول ابو سيدك، قول. بعد أنا أول ما عرفت حسن كان عامل زي اسمه اللي بينذلوا به في المينا، ناقص بيضحك ويهرج وباسط كل الناس اللي حواليه. ما كانش في حاجة صغيرة كده تعكر مزاجه ولا تضايقه. كان بيفرح نفسه ويفرح كل اللي حواليه. بس في الفترة الأخيرة دي يا ابو
قول يا ابوي كمل، ما تسكتش خالص. كبر كبر يا شيخ، 50 سنة قدام مبقاش حسن بتاع زمان، وهو مسافر النبادي ما كانش عامل زي اللي بيروح ويسافر ويشوف أكل عيشهم، لا ده واحد رايح ياخد طار. أيوة وطار كبير قوي، وهو بيسلم على أهله كان بيسلم عليهم كأنه مش راجع تاني، سايب بلده ومش معاود يا ابو عمه، فاهمني؟ مش راجع تاني، مش راجع. يا ابو معطي مالك؟ قاعد ليه في البرد كده وساكت مش عوايدك؟ فاطمة قريت فتحتها يا حسن وراحت مني. فاطمة دي انت لازم تنساها، لازم تنساها عشان تعرف تعيش. يا ريت كان بإيدي، أنا مش قادر أنساها ولا لحظة. صدق بالله يا حسن، أنا من ساعة ما سبت البلد وأنا بشوفها قدامي في كل حتة، بشوف ضحكتها وسامع حسها في ودني. يا ريتني ما سبت البلد. وديك سبت البلد، فاطمة خلاص ما بقتش تنفعك، لا أنت البني آدم اللي كان بيحبها ولا هي البني آدم اللي كنت افتكرت إن هي حبيتك عم معطي. لا يا حسن، مهما حصل ورحت آخر الدنيا، اللي في القلب هيفضل برضك في القلب. يا عم فوق بقى من الكلام اللي أنت بتقوله ده، وانت فاكر نفسك لسه زي ما انت؟ انت كل ساعة عشتها بعيد عنها بقيت واحد تاني خالص. ايوه واحد تتعود تضرب على دماغه لحد ما نسي ازاي يرفع عينه قصاد الناس اللي بتحبه وبتحترمه. ربنا يسامحك يا صاحبي، هي الدنيا ايه غير ناس طيبين في حالهم وناس مفتريه؟ انا كنت عايز اخد فضلي ونعيش جوه الناس الطيبين وأبقى راجلها وبحميها. راجلها وبتحميها؟ ازاي؟ ازاي وانت كل يوم بتداس بالجزم من الناس اللي بيظلموك؟ ناس ما عندهاش غير سكتين، يا تطاطي وتسمع كلامهم عشان تعرف تعيش. ليه ما تسلم لهم وشك يفضلوا يدوسوا عليه رايحين جايين؟ في سكة تالتة يا حسن، إنك تسامح. أسامح؟ ما هتعرف تسامح الناس اللي بيكرهوك عمرك ما هتنسى اللي بيحبوك. بس انت مش عارف تسامح حد عبد المعطي، عارف ليه؟ عشان انت مش عارف تسامح نفسك. حبيبي وحشتني، وحشتني قوي. وحشتني يا بابي. انت كمان يا حبيب قلبي، عامل ايه؟ طمني عليك. استنيتك كتير يا بابي، قلت ان انت هتيجي وما جيتش. معلش يا حبيبي، ما انت عارف شغل بابي. احنا مش قلنا ان بابي مسافر وعنده شغل كتير؟ بس ما تقلقش، مفيش شغل هيشغلني عنك تاني، هنفضل مع بعض على طول، ناكل ونشرب ونلعب ونعمل كل اللي انت عاوزه. بس على الله انت بقى يا بطل، ما تجيش تقول لي انا تعبت يا بابي. حاضر يا بابي. يلا حبيبي اطلع غير هدومك عشان الغدا يجهز. سينا؟ تمشي تاني. ما تقلقش يا حبيبي، عمري ما همشي تاني ولا هسيبك. يلا اسمع كلام نناه. اهلا يا اكرم، نورت بيتك. بيتي؟ طبعا بيتك، مش معنى انك كتبت الفيلا باسم نور يبقى. ما تكمليش والنبي يا ماما، انا مش جاي اعوز منكم حاجه ولا جاي اتكلم في حاجه، أنا جاي أشوف ابني وبس. طبعاً تشوفه في أي وقت، ده حقك.
محدش يقدر يمنعك. بس انا عايزه اقول لك انا مش راضي عن اللي بتعمله نور، بس انا عارفه ان قلبك كبير وعقلك اكبر. نور كانت وهتفضل الحب الوحيد اللي في حياتي. كان نفسي اسعدها والله، بس انا حاولت كتير ومعرفتش. بس اللي بيحب حد يتمنى يشوفه سعيد، حتى لو كانت سعادته دي ما عاد الا الراوي. بجد يا ابني؟ طبعا يا ماما طبعا. وانا وعد حضرتك من النهارده عمري ما هقف في سكتها تاني، ابعد ابعد بعيد قوي لدرجه تخليها تنساني. هطلع غير هدوم واجي. اتفضل يا ابني. اتفضل يا ماما. اتفضل. أنضف حاجة في حياتي. خليني أحافظ عليك حتى بنفسي. خليني أحس إني لسه بني آدم. لحظتها ما كنتش عاوزة أكتر من إني أخده في حضني وحسسه بالدفى. ما كنتش مصدقة إنه رافضني. ما كنتش عارفة يقول عليا إيه بعدها. كل اللي أنا كنت عارفاه إن في شيء انكسر بيني وبين حسن. Thank you.
قابلت خالد جمعة. في أخبار عن حسن؟ حسن بخير، متقلقيش. طب الحمد لله، أمال في إيه؟ في حاجة كانت بيني وبين حسن، جا الوقت إنك تعرفيها. وأنا مستنية أعرف. قولي يا عزوز. ما تقولي يا عزوز، في إيه؟ أنا عليا طار. طار؟ طار يعني إيه؟ طار يعني إيه عزوز؟ فهمني. طار من بتاع السعيد؟ طار يعني تقتل حد وحد يقتلك؟ هو لسه في ناس بتفكر كده؟ يا عزوز فهمني، في إيه؟ عمي، عمي كان عنده مشكلة وتدخلت، زجيت واحد غصب عنه، مات. مات؟ مات ازاي يعني؟ طبعا اهل القتيل بيدوروا عليك دلوقتي عشان يقتلوك. من بدري وانا حاسه ان في سر ما بينك وما بين حسن، وحسيت ان وراك مصيبه يا عزوز، بس عمري ما كان يخطر في بالي كده. ما كنتش قلت لي يا عزوز. وانا ما كنتش عايز اقول لك، كنتش عايز اقول لك عشان خايف عليك. خايف عليا؟ انت اللي تخاف عليك يا عزوز، انت اللي ما ينفعش. ما ينفعش نبدا حياتنا بالكذب. انت عملت الاوحش من الكذب يا عزوز. انت حطيتني قدام نفسي. انا كنت فاكره حاجه تانية خالص. انا قلت يعني ممكن تبقى متجوز، عندك اولاد، بس تقتل؟ تقتل حد يا عزوز؟ هو انت شايفاني قاتل؟ لا يا عزوز، انا عارفه الراجل اللي حبيته، وعارفه انك مش ممكن تقتل ولا حتى يهون عليك تاذي حد، بس انا برضو عرفت انت بتقولي سرك دلوقتي ليه. عشان هتسيبني يا عزوز. اسيبك كيف؟ اسيبك كيف يا نادي؟ بقى بعد ما لقيتك اسيبك؟ ده انت نور عيني يا نادي، ده انت نور عيني. انا هعاود البلد وهقدم كفن. لا كفن ايه يا عزوز؟ كفن ايه؟ كفن ايه اللي انت عايز تقدمه؟ لو رحت السعيد مش هترجع. بلاش يا عزوز، لو هتعمل كده علشان خاطر يا سيدي انا مستغنيه. انا بحبك زي ما انت، مبسوطه بالبلياتشو اللي كل ليله بيطلع يضحك الناس. وانا مش مبسوط أسنى. مش مبسوط اني بضحك الناس كل ليله وانا ما بضحكش. انا زهقت من الحاجات دي، زهقت من الوش اللي بلونه كل يوم عشان اطلع اضحك الناس. انا من حقي اعيش، من حقك انت كمان. انا لازم اروح يا نادي، لازم اروح عشان نعيش. يا حاج انا عايز اسالك سؤال. اتفضل. مفيش اخبار عن حسن؟ مفيش يا ابني. حسن، حسن اللي كانت ضحكته مالي علينا البيت كلنا، وكانت مفرحانا كلنا. لما كان بيسافر مصر يروح كليته كان يقعد يكلم ورد في التليفون، وهي يا ضنايا تقعد تكلم حسن وتحكي له وترغي معاه بالساعات. مش كده يا ورد؟ كنت بتحكي لحسن ازاي كده يسيبنا وما نلاقيهوش في حياتنا مره واحده؟ عمرهم زعلوا من بعض ولا اتخاصموا مع بعض ابدا، صح يا ورد؟ مش انت يا ضنايا عمرك ما زعلتي حسن، وحسن كمان عمره ما زعلك يا ورد. يمكن حصل ما بينهم خلاف خلاه
يزعل ويبعد شوية. يبعد عن مين؟ دي وردة، دي كانت روح. هعمل لك شعرك زي ما انت بتحبي تعملي، صح يا ورد؟ عشان انت عارفة يا دنايا حسن بيحب شعرك كده. ربنا يرجعهولنا بالسلامة. موحشتش حسن يا ورد، مفكرش حتى يرجع عشان يشوفك ويطمن عليك يا دنايا. لا وحشتي ليه كده يا حسن؟ ليه تسيبنا كده يا دنايا؟ طب ورد ما وحشتوش؟ لا أكيد وحشتها. عارفة يا ورد ان انت وحشتي حسن. حسن وحشنا كلنا يا دنايا، بس هيرجع، هيرجع يا ورد يشوفك وتشوفيه وتتكلموا مع بعض، صح يا ورد؟ ردي على امك يا دنايا، ردي عليا يا ورد، ريحي قلبي يا دنايا يا رب. عامل ايه يا اكرم؟ بخير معليك، طول ما سعادتك راضي عننا. خير سعادتك؟ انا قلت حاجه غلط؟ بدايه مش موفقه يا اكرم. انا اسف سعادتك، اتفضل معليك وانا تحت امرك. ما سالتنيش يعني ايه اللي ما عجبنيش في كلامك؟ مفيش داعي للسؤال سعادتك، طالما في حاجة ما عجبتكش فمش مطروح أصلاً إنها تتعاد تاني، حتى لو كانت في صيغة سؤال. الله، هو السجن بيحسن السلوك للدرجة دي؟ لا سعادتك، إحنا بنتحسن لما سعادتك بتشرف علينا وبتعلمنا إيه الصح من الغلط. أمال جاي ليه بقى يا أكرم؟ ما أنت مجهز كلام حلو أهو. جاي ياخد الاذن سعادتك وطمعان يعني في ايه؟ عايز ترجع تاني؟ سعادة الباشا، احنا عمرنا ما خرجنا من ظل سعادتك علشان نرجع له تاني، طول عمرنا تحت جناحك. يا سلام يا سلام. انا بس اللي فهمته يعني من عمرو بيه ان حضرتك تفضلت وسبت لي 10% من مشروعاتي، فده ملوش غير معنى واحد، ان سعادتك رضيت عليا وبتديني فرصه تانيه. أنا صحيح قلت إن سلوكك اتحسن، لكن تفكيرك رجع 10 سنين لورا. أنا عارف إنك متابع العيال اللي في السوق وعارف قد إيه مبوظين الدنيا، فقلت في عقل بالك ليه ما جيش للباشا وضيع وقته وسمعوا الكلام اللي بيحب يسمعه، اللي انا فاهم انه بيحب يسمعه، وارجع تاني واحل اللي بوظوه، مش كده؟ يا معالي الباشا، انا سبت لك 10% مش عشان ترجع تاني، لا، انا سبت لك 10% عشان تاكل وتشرب. اللي زيك يا أكرم ما يتكسرش لما تاخد منه كل حاجة، اللي زيك يتكسر لما ياخد أقل حاجة. 90% دول خففوا غضبي عنك، لكن ما رجعوش رضاي عليك. عرفت بقى ليه كانت بداية مش موفقة؟ أنت مش شايف إن المشوار ده خطر عليك؟ حسن ده شكله متورط في حاجة، إلا ما كانش اختفى اختفاء مريب كده. ما تقلقش، وبعدين مش الكاتب لازم يجرب واجه أي حاجة؟ الحاجات دي ما فيهاش هزار يا علي، في فرق بين الكتابة والمخاطرة. أنا مش فاهم أنت متضايق ليه؟ دي الحاجة الإنسانية الوحيدة اللي ممكن أقدمها الورد بعد فشل الطب. لا يا علي،
الطب ما فشلش. لا فشل. فشل يا مشير. وانت اللي قلت الكلام ده. ايوه قلت الكلام ده. لما الطب عجز انه يعالج بنتي. وبنتي ماتت. بس خلاص. حتى الافكار دي ماتت. علي انا اللي بقوله ده لمصلحتك ومصلحه ورد. لازم نشوف حاله ورد. اكيد هنلاقي لها علاج. مش شرط ان يكون رجوع حسن هو اللي يفوقها من الغيبوبه. لا شرط. شرط يا مشير. انت لا تعرفها ولا تعرفه. في ناس كتيره ماتت من كتر الضحك وناس كتيره ماتت من كتر الكره وورد هتموت من كتر الحب. الحب مليان غباء. بس في النهاية هو حب. وهي دي أحلى حاجة فيه. وردي هتموت لو ما رجعتش حسن ليها. وفي إيه يا علي؟ لا. هو أنت مش بتحب ورد؟ بحبها 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 يا بشير بحبها. عشان كده ممكن اعمل اي حاجه ليها. بحبها يا بشير بحبها بموت فيها. بحبها يا بشير وما اقدرش اشوفها كل يوم وهي كده. أنا كل ما بشوفها بموت مليون مرة. أحبها وعايز أرجع لها روحها يا أبشر. ومفيش حد هيرجع روحها غيري أنا. أنا بحبها. أنا بحبها. تبصلهاش قوي كده. البنت ملهاش ذنب. انا اللي قلت لها ما تقولش مين اللي مستنيك عشان اعملها لك مفاجاه. بس ايه رايك؟ حلوه المفاجاه؟ وحشتني يا عادل. وحشتني بجد. معلش اتاخرت عليك، كان لازم اجيلك من بدري، بس انت عارف بقى المشاغل والسجن والكلاب اللي ماليه البلد. يا اخي الواحد ما بيعرفش يمشي خطوتين الا ما يتكعبل في كلب. اه والله. لا يا اكرم، ولا تاخير ولا حاجه. نورت بيتي. اؤمر. بيتك. نورت بيتك. الله. يا اخي ده انت واخد مراتي وشغلي وبيتي. وانت اللي مستغرب ده ايه التناحه دي؟ اكرم. قول لي جاي ليه واخلص. المدام مستنياني فوق. انت صح. طب تحب ابدا منين؟ من جزمتي ولا من رقبتك يا عدول؟ هو بص انا بالنسبه لي يعني الاثنين ما يفرقوش عن بعض، الاثنين شبه بعض بالظبط. بس اقول لك رايي انا هبدا بجزمتي. امسك. ايه ده؟ انا كان ليا صورة هنا. مين ابن الكلب اللي شالها؟ انت جبت الورق ده منين؟ عادل ما تضايقنيش ارجوك، فين الصورة؟ جبته منين يا اكرم؟
وفاكر انه هيوصلك فين؟ لا جبته منين دي؟ مالكش فيه. انما هيوصلني لفين؟ هو ده المهم. هيوصلني لرقبتك يا دولة. تخيل انت معايا لو شيك من دول عليه اسمك واسم كريم اشرف ولا ايهاب ايوب ولا شريف خيري، تخيل ممكن يحصل فيك ايه؟ لو ايه بقى؟ لو الاعلام المصري الشريف اكتشف قضيه الفساد دي اللي هي ما بين رجل اعمال خايب زي حضرتك وبعض رموز الدوله. غلطان يا اكرم، انت فاكر ان هم هيسمحوا لك تعمل اللي انت بتقول عليه ده؟ بص لنفسك يا حبيبي، تعالى معايا قرب، ما تخافش، بص لنفسك في المرايه، شايف ده؟ ها؟ هو ده اللي يهمك بس، فاهمني؟ بص له كويس قوي. وبعدين دي طريقتك، عمرك ما بتعرف تعمل غيرها يعني. وما انت واثق من نفسك قوي كده، ما تروح تبتزهم هما، صدقني هتكسب اكتر بكتير. هيحصل، وحياتك يا دولة هيحصل. بس انت عارفني بقى، بحب ابدا بحبايبي. قلبي الحنين اللي موديني في داهيه اعمل ايه؟ اقطعه؟ لسه بدري عليك قوي يا عادل. هات كده حبيبي، دي مش نهايه الحرب ما بيننا على دول، دي يا دوب الهدنه. والهدنه بتاعت اكرم البدري مع اعدائه بتبقى اشرس من اي حرب ممكن تتخيلها. عن اذنك، عاوز كام يا اكرم؟ كل ما تملك يا عادل وحاطنتي. صدقني مليت لك الميه ورد زي ما كنا بنعمل واحنا صغيرين. الدكتور علي قبل ما يمشي قال ما حدش يزعلها، بس انا عارفه ان كلامي مش هيزعلك. انا نفسي احكي لك يا ورد واشكي لك زي ما كنت بعمل زمان. كلام في سرك عزوز حكى لي على اللي كان مخبي عني، مش البيت اللي عليه طار، وحسن اخويا كان عارف علشان كده كان رافض. خلي جمعه بقى قال لي عزوز علشان ناديه ترتاح لازم تحكي لها على كل اللي في قلبك. بس هو من ساعه ما قال لي وانا عيني مش عايزه تغفل يا ورد. عزوز قال لي انه بيحبني وانه عايز يتجوزني، بس علشان يتجوزني لازم يعيش معايا في النور من غير وش البلياتشو، ولا خوف من حد بيدور عليه علشان ياخد عمره ويسيبني مترمره. انت عارفه انه سافر؟ اه، قال انه رايح البلد علشان يحل موضوع الطار ويعيش حر. تفتكر هيرجع يا ورد؟ بس يا حسن بجد، حسن مش عايزه هزار بقى، والنبي يا حسن بقى. طب هسألك سؤال واحد بس، سؤال واحد صدقني. طيب ايه أطول مدة ممكن أغيبها عنك وتستحمل؟ تغيبي؟ تغيبي تروح فين إن شاء الله؟ يعني أي حتة حسن، يعني حد سجني، خطفني، سجني كده. خطفك؟ ومين ده اللي عارف يخطفك يا بنتي وأنا موجود؟ أي حد يا حسن بقى والنبي جاوبني. ده أنا هدي اسكندرية كلها، أشقلب الخريطة، هخلي اسكندرية محور على طول، مفيش حاجة في النص بينها. يعني ما تقدرش تستحمل ولا يوم وأنا بعيد عنك؟ ولا ساعة، ولا هسة. عارفة الهسة جت؟ مش عارفة يعني إيه هسة. وأنا هقول لك يعني هسة. بس يا حسن، بس يا حسن. طب بص هسألك سؤال واحد بس، سؤال واحد. ما تقومي بقى يا ورد، نفسي حد يوازيني في اللي انا فيه. مش انت بس الحبيب الغايب عنك. حسن يا حسن، فهمني انت موقفني نادرج ليه وبتعمل ايه في العربيه؟ اسمع الكلام، اقف هناك، لو حسيت ان في حد جاي بقول لي. شكلك هتودينا في داهية. اخلص، هتودينا في داهية. خلاص يا عم احمد، انا هركب مع عادل. حسن في صوت جاي من بعيد. اطلع ده،